عليكم حبيباتي، السلام عليكم المشتركين ديالي والناس اللي متبعيني، المتتبعين والمتتبعات ديالي. مرحبا بكم في القناة ديالي المتواضعة، قناة لكل داء دواء. نتمنى تكون يكون الوصفات اللي كننزل لكم يكون عجبوكم وفادوكم، لان انا كننزل لكم غير الوصفات اللي ديجا مجرباهم وعارفهم وعندهم نتيجة يعني اللي هي زوينة. داكشي علاش كنشاركهم معاكم، ما كننزل لكم حاجة الا وكنكون عارفة نتائجها. ومنزل الله داء الا ونزل له دواء ديالو. اليوم جيت نشارك معاكم العلاج للكحبة. مع هاد الوقت كيتغير الجو، مرة كيبرد مرة كيسخن، وكتضرب لها الكحبة بزاف. وجيت نشاركها معاكم. عبارة عن جوج، هي غير جوج حوايج: زيت الزيتون والعسل الحر. وزيت الزيتون راه كاينين في شي مناطق كيقولوا لها زيت العود، والزيت الطبيعي الحر راهم كيكونوا موجودين في كل بيت. ما خليت ما جربت صراحة الكحبة، راه زعما كتجي صعيبة، واكثر هي ديك الكحبة اللي كتجي ناشفة ما كتخليش الواحد ينعس او يرتاح. وزيت الزيتون راكم كتعرفوا هاد فوائدها، راه ما شاء الله راه كانوا كيستعملوها اجدادنا، كانوا الحمد لله ما كانوش كيمرضوا، ما كانوش كيشدوهم ازمات قلبية، وكانت زوينة حيتاش هي زوينة للقلب وشرايين القلب، وزوينة للبشرة، كترطب البشرة سواء دهنتي بها او لا كليتيها. وكيف ما قلت لكم راه مرطبة ومغذية الجسم. وهذه الوصفة اللي جايبة لكم اليوم راها وصفة مجربة، وراها كانت كتبقى فيا الكحبة حتى شهرين 3 شهور. راها كيف ما كتعرفوا الكحبة هذيك الناشفة، درت ملي جربت ما خليت شنو درت الصراحه، ما خليت سكنجبير والحليب، ما خليت البيض والحليب، اللي قالوها لي الزعتر في الحليب اللي قالوها لي زعما الصراحه جربتها. ولكن حتى شنو سميت حتى زيت العود والعسل نتيجه رائعه. 3 ايام كديريها، 3 ايام كديريها، 3 ايام ورا بعدها نهار ورا نهار ورا ما تبقاش فيك نهائيا. والعسل كيف ما قلت لكم الحر طبيعي، العسل طبيعي ديال النحل ماشي العسل الصناعي. كتصلح للدراري الصغار وكتصلح للكبار لكل شيء اللي درتيها لهم، سواء ما يهمش السن، من الصغير للكبير كتصلح لكل شيء صراحه. وكيف ما قلت لكم راه زوينه، وزيت الزيتون راه غنيه بفوائدها، راه زوينه للعظام، كالسيوم زينه لهشاشات العظام. كيف ما قلت لكم راه اجدادنا ما كانوش كيمرضوا حيتاش كانوا كياكلوها بزاف، كيفطروا بها، راه غنيه. ودابا غادي ندير معكم هذه الوصفه، غادي نخليها قدامكم باش تشوفوها. ها هي جوج معالق كبار ديال زيت العود، غادي نكفيهم ونرجع ليكم. غيدفاو ما يغلاوش، غيدفاو باش ما تمشيش منهم الفائده ديالهم. ها هي راه نقصت منها، كانت هنايا الزيت بزاف، درت جوج معالق. انا ما عندي راه حتى شي حد دابا، الحمد لله تشافيت منها، وراه غادي نجربها قدامكم باش تشوفوا. وراه مفيده بزاف، واخا حتى الدراري الصغار تقدري ديريها اليوم. وكيف ما عرفتوا راه الكحبه راه صعيبه، وكتجي قاسحه اكثر هي ديك الكحبه اللي كتجي ناشفه، ها هي. وما تنسونيش من دعائكم وتعليقكم اللي اكيد كتشجعني، واللايك ديالكم
ما تصوروش شحال كنفرح ملي كنلقى شي تعليق وشي دعيوة منكم. ما تنسونيش بدعائكم، وغير جربوا وصفاتي، راهم مجربين. ما كنجيب لكم شي حاجة إلا وكنكون جربتها وعندها نتيجة زوينة. كتخلطوا فيها هكذا مزيان مع العسل مع الزيت حتى كيندمجوا مزيان، عاد كتشربيهم. كتخلطيها مزيان حتى كتندمج هكذا، هي باقا ما اندمجتش مزيان مع العسل شويه جامده. كتاخديها ملي تبغي تنعسي، تكوني في بلاصتك صافي تنعسي، ما تشربي لا ما لا والو، صافي كتاخديها بالوصفه وكتنعسي عليها. كتستمري على هاد الوصفه مده 3 ايام، راه ما تبقاش فيك الكحه كوني متاكده. وكنتمنى الشفاء العاجل لكل مريض، واللي بغى شي حاجه الله يحققها ليه. وشكرا بزاف على تتبعكم ليا وتشجيعكم ليا وتعليقكم المحفزة. ومرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا عندي جداد، مرحبا بالقدام وحتى بالجداد اللي يلاه دخلوا عندي. ونتمنى القناة ديالي تنال اعجابهم، وصفاتي يكون عند حسن ظنهم. يا ربي ما تخيبنيش معاكم ان شاء الله يا رب. هاي الوصفه ملي كتندمج مع بعضياتها، الزيت ما كتبقاش تبان نهائيا، كترجع لك بحال غير العسل بوحدها، وهي راه مندمجه معها الزيت ما كتبانش. هاي كتاخديها ملي تبغي تنعسي انتيا او لا ولدك او لا راجلك، المهم اللي مريض ماشي مشكل، واخا يكون دري صغير او لا بنيته صغيره راه تاخدها ماشي مشكل. الله يشافي كل مريض، ونتمنى منكم الدعاء. والناس اللي باقيين ما اشتركوش عندي يدخلوا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. وما تنساوش تنشروا هذا الفيديو وتبارطاجيوه لكي تعم الفائده. وإلى لقاء آخر في شي فيديو آخر إن شاء الله يا رب. وشكرا بزاف، مع السلامة.